نيجي للمير. مير بيشتغل مع جيومتريز على فكره، وبياخد 3 دي جيومتريز كمان. بس قبل اي حاجه تظبط، لازم المير لو انت هتشتغل حاجه بالشكل ده انك انت تظبط الاكس والواي بتاعته ان هي تبقى بنفس حجم الكومب بتاعك. فانا هنا عندي سايز اكس وسايز واي، انا هنا 960 في 540 تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندك هنا الفيرتسز على اكس والفيرتسز على واي، طبعا زود، كل ما بتزود كل ما بتاخد ديتيلز وتفاصيل احسن، بس احنا مش عايزين ديتيلز وتفاصيل عاليه قوي في الشغل بتاعنا. ممكن تعمل ووتر سيرفس، ممكن تعمل جلاسز، تعمل اللي انت عايزه بالبلجن. البلجن يعني دي حاجه. جهازك تقل سنتين هتروح على ريديوس جيومتري، ممكن تقول له اوتو فهو بيظبط الدنيا على حسب امكانيات جهازك، او تقول له 4 اكس، او تقول له 2 اكس، او تقول له 16 اكس. بعد 16 اكس طبعا هتروح تبيع الجهاز بتاعك تمام. فهنروح لريديوس وهقول له اوف تمام. ديسيليت هل هي تراينجلز، يعني هو بيقسم الفيسز دي، هل هي مثلثات ولا مربعات. انا بميل للكواز، بتبقى نظيفه بس تراينجلز في شغلنا في الابستراكت بتبقى ظريفه. ده بالنسبه لده. لكن اللي يهمني بسرعه قوي كده، انا عايز اقفل التكتشر دي وعايز اروح هنا لتكتشر. هي دي في التكتشر، هو مستني منك، هو حي يعني هيبروجكت الكلام ده على مين. فانا هقول له تكست. اصبح كده المير هو التكست تمام. نصيحه علشان الايدجز او الحواف تبقى مظبوطه، زي ما انتم شايفين في هنا شويه ارض افكت، زي ما انتم تحسوا ان هو في اوت لاين على الايدج، بدل ما تبقى نيرست خليها لينير تمام. لو انت خليتها سوليد فيس هتبقى شارب جدا، فانا عايزها بين الشارب وبين ان هي تبقى فيها سنه سموز، فانت بقى خليها لينير. دي حاجه مهمه جدا. اللي يهمني بقى اهم من ده كله في فراكتال. في فراكتال انت ممكن تتحكم في الشكل هنا، اما ريجولار او مالتي او سموز ريدج، وده احسنهم، او مالتي سموز ريدج حسب شكل الابستراكت ديزاين اللي انت عايزه. عفوا الامبليتيود اللي هو الحجم بتاعه هنا، لو سموز ريدج زي ما انت شايف يعني مالتي ريجولر حسب ما انت عايز. ممكن تقلل الفريكوانسي، ممكن تزود الفريكوانسي حسب اللي انت عايزه. طب انا هشتغل على ده، هشتغل على ريجولر، وهشتغل حاجه تانية على المالتي، على المالتي او على السموز ريدج، او على المالتي سموز ريدج. هشتغل على دلوقتي على ريجولر. فانا هكبر الامبليتيود قوي، وهكبر الفريكوانسي مش قوي تمام، مش قوي. جميل. في نفس الوقت انا هاجي هنا في الفيرسز وازودها شويه، واجي هنا في الفيرسز دي برضه ازودها شويه. يمكن لما بزود انا بلاقي تفاصيل احسن، الديزاين بيبقى تقيل شويه بس الدنيا بتبقى كويسه. فخلينا على 600 في 600. على فكره لو عايز اشتغل على 200 في 200 اشتغل، يعني الدنيا هتبقى مفيش مشكله. هنا بقى نقدر نشوف الترينجلز ونقدر نشوف الكوادز تمام. في فرق بين الترينجلز والكوادز. الكوادز تديني تفاصيل اكتر تمام، بس بعض الاحيان فعلا الترينجلز بتدي نتيجه كويسه. لو رحنا للمالتي خلينا في الريجولر. طب انا عايز الفراكتلز دي تتحول تبقى تكتب التكست، يعني تتحول تبقى هي التكست. يعني لو ده بقى زيرو هلاقي التكست مكتوب. طب هو انا واحد يقول لك ما نعملها كي فريمات، والله ممكن، يعني ممكن تشتغلها كي فريمات، بس في طريقه احلى. لو احنا عملنا دي مثلا خمس ايام حاجه زي كده مثلا، ورحنا جبنا من هنا حته، ممكن تاخد سوليد عاديه على فكره، ممكن تاخد شيب لاير تمام. يعني ممكن تاخد سوليد عاديه وممكن تاخد شيب لاير. خلينا نشتغل على السوليد عشان ابسط الطرق، ودي هنسميها الفراكتال مات تمام. فراكتال مات. الفراكتال مات هاجي اعمل هسلكت السوليد كنترول سبيس، وهكتب جريدينت رامب، رايت كليك عشان احطه في فيفورت عشان برضه بحتاجه كتير. جريدينت رامب تمام. جريدينت رامب مش وايب، جريدينت رامب.
خلاص في جريد ترامب انا هاخد دي و نعمل كده عشان اجيب هنا، مش شرط الدقه قوي بس يعني على قد ما اقدر احاول اظبط حاجه كده مثلا. كل اللي اعمله انا هحرك انا هحرك النقطتين دول. انا هاخد دي طبعا بشيفت عشان اكون سترين انها تبقى افقي، فانا هاخدها كده تمام، وهاخد النقطه البوينت البيضه دي خدها مثلا كده، وهعمل اي عشان اجيب الايفكت نفسه وكليك، او اريح دماغي واقوم رايح عامل كليك على الستارت اوف رامب واند اوف رامب، وبعدين اضغط يو اجيب الكي فريز. انا همشي قيمه ال 200 فريم وهاخد دي كده وهاخد دي، يعني منين ما يبقى فيه ابيض احنا عندنا عندنا فراكتل، منين ما يبقى فيه اسود احنا ما عندناش فراكتل. هي الفراكتل هو مير بيترجمها كده، ابيض في فراكتل، جراي بيقللها شويه، اسود بيضيعها خالص. طب دي ظروفها ايه؟ ارميها تحت، شيلها مش عايزينها، روح للمير. تعالى هنا بيقول لي الامبليتيود لاير. فين الامبليتيود لاير؟ يعني انا هترجم الامبليتيود ده بناء على ايه؟ هقول له بناء على الفراكتل. تمام، لو احنا مشينا كده هنقول ليه يا ريتني كنت عملتها بالشيب لاير. لو يعني في افكتس عشان تترجم اللون لخاصيه معينه عندها هنا، خصوصا الافكتات اللي بتشتغل مع ال 3 دي زي الفورم والبارتيكولر والتربلنت ديسبيسمنت، كل دول افتكر ان مير هيطلع منهم ما بيشوفش الافكت على السوليد. يعني هو اما انت بتديله لاير هنا يعتبرها كمات، او اللاير دي هو يتحكم في حاجه معينه بيها، ما بيشوفش الافكت، بيشوف اللون بتاع السوليد بس. فعشان يشوف الافكت ككل هتروح هنا كنترول شيفت سي وهنسمي دي كومب تمام، واقول له موف اول اتريبيوتس او قايل له اوكي. بالمنظر ده مير هيشوف الكومب دي كانها صوره. تمام، اعمل نان وارجع تاني، هو هيشوفها كانها صوره. لو احنا جينا عملنا كده اهو، ليه بقى؟ هو ترجم الكومب، هو شاف الكومب على بعضها تمام، انما في الاول هو شايف السوليد ليها لون وبعدين عليها افكت، هو مش هيشوف الافكت تمام. اما لو كانت بالشيب لاير، الشيب لاير عشان ما كناش هنحط عليها افكت كنا على طول هنقوم حاطين الجريدينت منها فيها، ما كانش هيبقى فيه الخطوه الزياده دي. بس هي دي الخطوه الزياده بين دي ودي. لو جينا عملنا زيرو عشان نشوف شكله واحد يقول لي هي واقفه مده طويله قوي كده، اقول لك لان الكي فريم احنا عاملينها متاخره. طب حلها بسيط، هنفتح دي ونعمل يو تمام، واجي على الرام ده وهخلي دي اللي جوه شويه كده، بحيث ان يبقى الحركه بصوا من اول كام فريم، يبقى في حركه من اول كام فريم بس. هو ده على طول. لو احنا رحنا هنا ورحنا هنا، جينا عملنا زيرو تاني اهي، حركه من اول كام فريم. هوقف وارجع لكم بعد النتيجه نشوف مع بعض اهو. جميل وظريف. في المحاضره اللي جايه بقى او في الجزء اللي جاي نتكلم على شويه ريفاينمنت للوك ده، ونبدا نشتغل على اللايتنج او الستروك لايتنج، وفي الجزء اللي بعد كده نتكلم على الباك جراوند. اشوفكم على خير.